دام. الشركة المتحدة طالبة منها 20 تصميم السيزون الجاي، واليوم في عنا اجتماع الساعة 5 بفندق كلاس اوتيل. خلاص بكفي ربيع، وجعت لي راسي، بتلغي لي كل المواعيد اليوم، مو طايقة اشوف حدا. بس يا مدام ساوي مثل ما عم اقول لك، واذا بدك خد اجازة انت والموظفين. بس هذا وقت شغلنا. ربيع انت مين وصلتك علي اليوم؟ ساوي مثل ما عم اقول لك بالحرف، بتلغي لي كل المواعيد هالثلاث ايام، بتاجلهم للاسبوع الجاي. يلا على مكتبك. حاضر مدام. معقول حازم يطلق؟ وين راح يلاقي مرة أحلى مني؟ ما راح ضل واقفة عم أتفرج. الله يسوقك يا عصمت. طلع مو قليل صورنا جديد يا بعدي، خربطنا كل مشاريعنا وطلع طابس بناية لرقية أدني. تعرفي شو مشكلتك ست بدور؟ فيدينا يا ست الكل. اجيتي على قصة ما بتعرفي أولها من آخرها وبدك تعملي فيها راس، بس الحمد لله كل شي عملتيه إجا من مصلحتها لنايا. والله اللي عملته وعملت اللي براسي، لأني ما شفت ولا راس عم يفكر منيح بهالبيت. شوفي حبيبتي، أنا عم دافع عن حازم مو لأني بحبه أكتر من ابني، بس اللي شفته منه ما شفته من ابني. ليكون فاتح لكم بيتكم وأنا ما عندي خبر. أنا ما عم أحكي عن المصاري، عم أحكي عن اللهفة. لهفة نايا علينا لما كانت عايشة معنا، ولهفة حازم لما جوزته. لك يا ابني الله يرضى عليك، اترك لي نايا على جنب وروح دور على وحدة غيرها، أحسن لك لك ابني، بترتاح وبتصير لك لهفة على أهلك أحسن من صورهم الجديد. يا ريت والله، ليش أنا ضده لهذا الحكي؟ يقول بده ومن بكرة بروح بدور له. لا حبيبتي لا، انت خليكي على جنب، أنا بجوز ابن أخي وبلاقي له أحلى عروس تروقه وتهدي له باله هالرايق. يا ستي مو مشكلة، انت دوري له، المهم يحط عقله براسه ويتجوز ويستقر ويقيم نايا من باله بقى. وإذا مو قدران قيمة من بالي شو أعمل؟ بدك تقيمة، أنت تركتها وأنت بتتحمل نتيجة تصرفاتك، لكن البنت ضلت متمسكة فيك لآخر لحظة. حكيت لي لما شافتك بليلة العرس، حكيت لي كل الحديث اللي دار بينك وبينها، وضليتك معند وما بدك إياها، صح؟ حديث شو؟ نايا شافته لسامر بليلة العرس، قبل كتب كتابه بشوي ضل عنده أمل إنه يحط عقله براسه ويرجعوا لبعض، وهو ما رد. فيك تنكر هذا الحكي؟